تصور جديد للتربية والتعليم Learning World بالتعاون مع وايز بمبادرة من قطر فاونديشن. منذ استقلالها في العام 1991 جورجيا قامت بالعديد من الإصلاحات خاصة في قطاع التعليم، بيد أن مرحلة ما قبل المدرسة وإدماج الأقليات العرقية والبطالة مشاكل ينبغي أن تحل. التعليم قبل المدرسة عامل مهم في التحصيل التعليمي مستقبلاً، لكن في جورجيا نصف عدد السكان تقريباً لا يذهبون إلى رياض الأطفال أو إلى المدارس التمهيدية. هل لاعتقاد الأسر بعدم ضرورتها أو لعدم وجود الأماكن الكافية؟ لنشاهد هذا التقرير. خلال بضع سنوات في جورجيا رياض الأطفال شهدت تغييرات كبيرة، فالجدران طليت بألوان زاهية وتعليم الأطفال أصبح أكثر تركيزاً، بيد أنها لا تستقبل سوى نصف عدد الأطفال لأنها لا تتمكن من استيعاب الجميع. هنا مثلاً يوجد 430 طفلاً. من الواضح أن العدد الكبير للأطفال يعد مشكلة وتحديا كبيرا بالنسبة لنا، لكننا نحاول حلها من خلال فرز الأماكن وتقسيم الأطفال إلى مجموعات صغيرة. أحيانا نجلب المزيد من المساعدين والموارد البشرية للحصول على مساعدة أكبر. بيد أن الأمر لا يتعلق بعدم وجود الأماكن فقط، بل ببعض أولياء الأمور الذين يعتقدون أن رياض الأطفال غير مخصصة للتعلم. لذلك الحكومة بمساعدة اليونيسف تحاول وضع قانون لإرساء نظام خاص بالتعليم قبل المدرسة، والذي لم يكن من الأولويات خلال الحقبة السوفيتية. اليوم هناك المزيد من الأطفال الذين يذهبون إلى رياض الأطفال، لكن هذا ليس كافياً. يجب توسيع نظام هذا التعليم ليشمل كافة الأطفال في جورجيا. على الحكومة تحسين إمكانية الوصول إليها وتحسين نوعية التعليم وتطوير المعايير في كافة هذه المؤسسات وتحسين تأهيل المعلمين العاملين فيها. في القرى الريفية الفقيرة الوضع أكثر صعوبة، 30% من الأطفال فقط يذهبون إلى رياض الأطفال قبل الدخول إلى المدرسة. منظمة اليونيسف بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية كمنظمة سيفيتاس وفرت مراكز بديلة في البلديات لمساعدة هؤلاء الأطفال، لكن سوء الإضاءة ونقص الموارد في شتاء بارد يجعل الوضع أسوأ. كأولياء أمور نساعد معلمي المركز البديل ونقوم بدور المربيات. الظروف في هذه الغرفة ليست جيدة، لكنها المساحة الوحيدة التي لدينا في هذا المبنى. نرافق الأطفال لغسل أيديهم، نساعدهم لأننا نريد استمرار عمل رياض الأطفال. نعمل لمصلحة أطفالنا. وفقاً لمنظمة اليونيسف، النتائج المدرسية لطلاب جورجيا هي الأسوأ على المستوى الأوروبي، لأنهم لا يحصلون على التعليم قبل المدرسة. اللغة الرسمية هنا هي اللغة الجورجية. لسنوات عدة اللغة الأجنبية الأولى التي كانت تدرس هي اللغة الروسية، لكن في الآونة الأخيرة التركيز تحول إلى تدريس اللغة الإنجليزية. ماذا عن الجورجيين الذين لا يتحدثون لا اللغة الجورجية ولا الروسية في المنزل؟ تعلم اللغة الإنجليزية مع الناطقين بها هو مبدأ مشروع للحكومة الجورجية بدأ في العام 2010. على سبيل المثال، طلاب هذه المدرسة الحكومية لهم معلمان لتعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى، مدرس أمريكي ومدرسة جورجية. لأن هذا جيد لمستقبلنا إن رغبنا بالحصول على عمل بأجر جيد، ينبغي تعلم اللغة الإنجليزية أيضا لأنها لغة عالمية ومفيدة للتواصل مع شخص ما على سكايب أو على الفيسبوك. في جورجيا وزارة التعليم طبقت إلزامية تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس لمساعدة الطلاب على المزيد من المشاركات في المنافسات العالمية، بيد أن في جورجيا هناك مزيج من الثقافات المتعددة. اندماج الجميع في المجتمع المحلي يعد تحدياً كبيراً في حالة وجود عدد كبير من السكان الذين لا يتحدثون اللغة الجورجية ولا الروسية،
في بلدة كيف موبولنيسي يوجد عدد كبير من الأذريين. ستان في 87 من العمر عاش الحرب العالمية الثانية. كان عليه إعالة أولاده الستة. لم يتمكن من إكمال تعليمه ولا تعلم اللغة الجورجية. حفيده يتحدث اللغة الروسية، هو الذي ترجم لنا ما يقول. جدي يقول لي لأنني لازلت شاباً علي أن أبذل جهداً لتعلم اللغة الجورجية. يقول لي تعلم هذه اللغة نيابة عني لأفخر بك، إنك تحب اللغة الجورجية وأنا أيضاً، لقد عشنا حياتنا هنا. شاكر يحضر الآن دروس اللغة الجورجية في هذا النادي الذي يجتمع في إحدى مدارس المدينة. في العام 2009 الحكومة بدأت ببرامج تعليم هذه اللغة من خلال التركيز على تدريب المعلمين وتطوير المناهج الدراسية. معرفة اللغة الجورجية ضرورة مطلقة لكافة المواطنين الجورجيين بسبب وجود جنسيات أخرى هنا كالروسي والأذريين والأرمني واليونانيين، ولأننا لا نتكلم لغاتهم فالأمر يتطلب معرفة لغة مشتركة، إنها اللغة الجورجية الرسمية. بتعلم اللغة الجورجية أو الإنجليزية الأمل هو أن يتمكن الجميع من الاندماج مع الاحتفاظ بالهوية الأصلية. في عاصمة جورجيا الجامعة الحكومية في تبليسي جامعة عريقة ومرموقة وطموحة، لكن كجامعات أخرى في كافة أنحاء العالم الخريجون يواجهون بعض المصاعب في سوق العمل. سنتعرف على تفاصيل نظام التعليم الجورجي من خلال هذا التقرير. بات له شهادة دكتوراه في الهندسة الكيميائية الكهربائية من ألمع الباحثين في جورجيا. اخترع نظاما جديدا لخلية الوقود. الآن هو باحث في المعهد الجامعي يحصل على 90 دولار شهريا. بصفة عامة في كافة الدول الحاجة إلى العلماء أقل من الحاجة إلى العمال أو الحاصلين على التعليم المهني المتوسط، لأنهم هم الذين يساهمون في الناتج المحلي الإجمالي. تقديرات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للعام 2010 أشارت إلى أن 81% من الجورجيين العاطلين عن العمل هم من الذين أكملوا التعليم الثانوي أو التعليم العالي. أنا غير راضية عن النظام، بيد أن المدرسين جيدين، كفاءتهم غير موجودة في أي جامعة أخرى. هذه الجامعة شيدت في العام 1918 من أفضل الجامعات في القوقاز، بيد أن المدرسين يقولون إن الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود. نحن بحاجة إلى نهج تدريسي أكثر حداثة. لهذا السبب الجامعة والكليات التابعة لها تقترح القيام بدورات خاصة بالتعاون مع شركائها الأجانب. بالنسبة لنا من المهم جدا أن نكون جزءا من شبكات الجامعة الأوروبية، لذلك نحن بحاجة إلى تقديم هذا النوع من الخدمات للطلاب وتقديم أنفسنا كمؤسسة رائدة في مجال البحوث التي يمكن مقارنتها مع المعايير الأوروبية. تطوير 22 ألف طالب في هذه الجامعة أمر غير ممكن بسبب نقص التمويل والموارد البشرية. أعتقد أن هناك الكثير من المجالات التي لم تدرس بعد في الجامعة في جورجيا. نحن بحاجة إلى العلوم الجديدة وإلى مناهج جديدة. من الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية في جورجيا هو التقارب مع الاتحاد الأوروبي. إنه يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وإمكانية أكثر لطلابنا. الاتحاد الأوروبي خصص 27 مليون يورو لجورجيا لتطوير نظام التعليم وخاصة التدريب المهني.
شاركونا بآرائكم على صفحاتنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. الكثير منكم أشار إلى أهمية الحفاظ على لغات الأقليات، والبعض الآخر يؤكد على ضرورة تعليم اللغة الرسمية للبلد. تواصلوا معنا حول هذا الموضوع. إلى لقاء قريب. Learning World بمبادرة من وايز بالتعاون مع قطر فاونديشن.